طيب بصوا بقى، احنا امبارح اتكلمنا حبتين على جعفر العمدة، وامبارح ولا اول انا مش فاكر كنت بتكلم على منذر ريحنا، فانا مش هعيد الكلام اللي قلته امبارح، ولكن غالبا انا خلقت نظرية كده، فانا هناقشها مع هذا الرجل المتألق. ولسه كنت بتكلم حالا دلوقتي مع صديقي وزميلي العزيز عصام مدير التصوير المبهر، يجلس الآن ورا الكرين اهو، على ان في حاجة في تمثيل او اداء منذر ريحنا لدور الشرير. هو شرير لا تستطيع ان تكرهه باي حال من الاحوال، ما تعرفش ليه، عنده سر ما، شرير يخليك تتعاطف معاه بشكل او باخر. انا مش عارف، الاول خليني ارحب بالمتالق منذر ريحنا. ازيك يا منذر؟ يعني انا عايز اقول صديقي ولا الاعلام المحترم ولا اقول يعني الشخص اللي انا بحب اني اكون معاه دايما، عشان مش فكره اني بحسب اي كلمه معاك، ولكن انت اي كلمه بتقولها على الهواء بتكون نابعه من دراسه وبحث. انا بحب الحوار ده جدا. كل سنه وانت طيب، كبير عليا، ومقدما كل سنه وانت طيب، وان شاء الله وكل مستمعينك طيبين وكل جمهورك طيب يا رب، بالصحه والسلامه ورمضان كريم. وبعدين ده كلام كبير جدا عليا، وانا عايز زمايلي يعلوا صوت في الاستوديو لحسن، انا سامع صوتك من بعيد جدا. كده احسن كده، معقول؟ بس برضو زمايلي هم لازم يعلوا الصوت من هنا عشان اعرف اسمعك بوضوح. اولا انا عايز اشكرك على الكلام الحلو اللي انت قلته ده، ده كلام كتير عليا وكبير عليا جدا. لا احنا برضو ممكن نكشف للجمهور يا صديقي ايه اللي حصل خلال الثلاث ايام. انت فاكر هو انا اتكلمت امبارح في الموضوع ولا اول امبارح؟ وحصلت معانا في الزمانات ايام خطوط حمراء انه عايزين نعمل لقاء، مش يعني طب انت مسافر، لا ما أنا يعني. فحصلت ثلاث ايام، يوم انا في الطياره، يوم يعني في الطياره الثانيه، وبعد كده يعني انا اسف لو تاخرت عنك يومين او ما كانش في يعني فكره الاتصال، وان شاء الله اول ما اوصل مصر لازم اني اكون معك لاتشرف. حبيبي ده انا اللي اتشرف واتشرف بوجودك جدا معانا جوه الاستوديو، ولا زلت اجدد الدعوه لزمالي، ابوس ايديكوا وعلوا الصوت يا جماعه لو سمحتوا، انا عايز اسمع كويس. منذر انا عملت نظريه هعرضها عليك. انا بقول انه منذر ريحنا في تجسيده لادوار الشر، وتحديدا مثلا على سبيل المثال لو جينا خدنا مثال في جعفر العمده شخصيه شوقي، انه شوقي مش شرير، يعني ده احساسي انطباعي، ما هوش شرير، هو محمل بمرارة وأسى نابع من مقتل أخوه على إيد جعفر، فهو شايف إنه العدالة إنه ينتقم لأخوه بأي حال من الأحوال، إنه دم أخوه ما يروحش هدر. ولهذا أنا واحد من الناس وأنا بتفرج أنا مش زعلان من شوقي، أنا لمس له أو أتلمس له العذر، أفهم دوافعه ومنطلقاته، وأنا هنا بظن إنه ده عبقرية في أدائك إنك وصلتني لكده. أنا معك يعني معك مع النظرية، وهي برضو نظرية إحنا دايما بنتحاسب على ردة الفعل. الصوت أوكي كده؟ معقول، بيني وبينك مش أحسن حاجة بس طيب كفاية إنك معانا. طيب كده أحسن؟ كده أفضل. كده أفضل. يعني ممكن نتكلم على نظرية إنه إحنا لازم ليه بنحاسب الشخص على ردة الفعل؟ ليه ما بنحاسبش الفاعل؟ صح، ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا دايما بقول الـ 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 الشخصية مش موجودة في الورق بس، في حاجة بسميها أو في يعني في حاجة النص الغير مقروء اللي هي أبعاد شخصية. وهضرب لك مثال في شوقي، ولنفترض هنعمل دلوقتي فيلم قصير عن شوقي. شوقي حد عايش حياته تمام، عنده إخواته وبينزل على الشغل، بيروح أمه بتعمل له الأكل، صحي تاني يوم لقى أخوه مقتول. يعمل إيه؟ ردة فعل، حاول
انه يعني ينتقم لذكوريه العيله، او اللي ما بين قوسين ياخذ الثأر. ما اتقتلش، ما قتلش واتسجن، واللي قتل اخويا ما اتسجنش. بالعكس، ده القاتل الرئيسي في الحاله بتاعتنا اللي هي جعفر، حتى وان كان القتل جاء بخطا يعني، لكنه عايش حياته بالطول وبالعرض، وبيتجوز وبيشتغل وبيصرف ومهيص. في خطا. فانا مثلا في مشهد، وهو مشهد وحيد، وده ده ده, ده ذكاء محمد سامي. يعني دلوقتي نتكلم عن كاتب، هقول على الكاركتر بعد كده نتكلم عن النص نفسه. المشهد او الكلام، كل كلمه بيقولها شوقي انا بشوف فيها سنين في السجن. لما يتكلم هو وامه ويقول لها وحشني اكلك يا امه، الكلمه دي لو يعني ركزت فيها في التمثيل صعبه الكلمه، مع انها بسيطه جدا وبتتقال صح، ولكنها صعبه، اللي ليها علاقه في الحرمان وليها علاقه في سنين السجن اللي جوه. فانا في الكلمتين دول بشوف سنين السجن. انا بالنسبه لي انا كمنذر، يعني كان فطار امي عادي كل يوم، كل فجاه انا ده راح من عندي وغيبناه تماما. لشوقي دليل حرمان اكبر، ممنوع زياره اهله ما بين قوسين خوف، ممنوع زياره الاهل لي ما بين قوسين خوف، مش ممنوع بالشكل الممنوع قانونيا ولكن هم مش عايزين يوصلوا شوقي. خرج من السجن، هتتوقع منه ايه الراجل ده؟ انتقام خلاص. يعني ده ولسه احنا هنشوف احداث طبعا. ولكن تعالوا شويه، يعني 7 سنين مستهلين، يعني شد عمره ضاع على موقف، على موقف هو شايفه رجولي في لحظه من اللحظات. فكان كلامه حتى لما ابوه في السجن قال له كسرتنا وات ايفر، يعني قال له عشان ايه؟ يعني هو انا عملت ايه بس قول لي، بدل ما تقول لي شكرا. فده بالنسبه لشوقي. وهتشوف فيما بعد بعده الثالث في التمثيل وهدوءه اللي اصر عليه محمد سامي، الهدوء. قال لي ودخلنا في مناطق ثانيه في عالم التمثيل، حتى انت عارف مرات بتوصل لمرحله بتقول او بقول لك ليه ما ردتش او ليه ما اتكلمتش، شوقي ما بيتكلمش خلاص. يعني خلاص بعد اللي حصل يتكلم ايه يقول ايه؟ وده ملاحظ فعلا في الشخصيه، ان الشخصيه بتعبر اكتر ما بتتكلم، والتعبير اما بيبقى بافعال او بنظره عين او بابتسامه، وده من اكتر الحاجات اللي لاقت اعجاب الناس، انه الاداء شديد القوه وشديد العمق مش كلام وتشنج. لان يا صديقي شئت ام ابيت السجن بيعلم الصمت في لحظه من اللحظات. طبعا ما فيش الشريك، ما فيش الشخص، ما فيش يعني انا لو هنرسم مشاهد لشوقي جوه السجن ما بيكلمش حد. لو عايزين نشوفه صح، ده واحد بتاع ذهب وبتاع ما اعرفش ايه، وطفولته كانت عامله ازاي، فجاه هو في السجن يكلم مين؟ يقعد مع مين ده؟ طب فكان يشوف لخرج من السجن بكل هدوء وافعال. الفعل الاول عمل كده، الفعل الثاني كده، الفعل الثالث كده. وده كان مع اخويا الصغير اللي ما بين قوسين، بدلعه انه اهدى اهدى اهدى، يعني كله ماشي ستيب باي ستيب. يعني الشخصيه انا بعشقها طبعا. يعني انا في الحلقات اللي شوقي مش موجود فيها، انا كنت بشوف نفسي جوه، بس انا مش معاهم. منذر انت قعدت بنيت صح، زي اللي مسافر بيبعتوا لك صوره العيله انهم قاعدين بيفطروا سوا وبيتغدوا سوا، لا وهو انت بعيد. ايوه نعم. انت انا برضو وصححني في انطباعي، يعني انا بقيت في انطباعي وانا بتفرج، وانطباعي من الكلام دلوقتي اللي بتقوله، ان انت قعدت، مش قصة انك انت قريت الشخصية كويس وفهمتها كويس فبدأت تمثل، انت بنت لها خلفية
نفسية وخلفية وجدانية. انت قاعد عمال بتتكلم على سنين السجن اللي هي ما كانتش موجودة عمليا في المسلسل، بتتكلم على حالة نفسية بتاعت سجين داخل لمجرد انه كان عاوز من وجهة نظره يحقق عدالة بالانتقام لأخوه. هو جاي من عيلة ما هماش مجرمين، دول تجار ذهب ميسوري الحال، طفولة ونشأة مريحة، وبالتالي هو منفصل كمان عن الناس اللي حواليه في السجن ومش عاوز يختلط بيهم وصموت. فانت بنيت يعني ماضي وخلفية طويلة للشخصية. تصدقني يا صديقي، أنا كنت لما أبص على الحلقات اللي أنا مش موجود فيها وأشوف الذل اللي فيه أهلي، ده بتكلم دلوقتي بجد، إني كنت أدمع. ولا أنا يعني إحنا خلصنا المسلسل مثلا أو خلص، كنت أبص على المشاهد أقول أنا عايز أخرج دلوقتي. ليه بيعمل وقف أخويا كده؟ خلاص انت دخلت يعني دخلت في مرحله انك انت اصبحت ملتحم مع الحاله بتاعه المسلسل. وهي صعبه يعني هي صعبه انك تشوف الفعل او تسمع الفعل. فانا كنت اقول ده لو هو السجن بيخبط دماغه فين قاعد، لو سمع الخبر ان اخوه اتضرب او امه اتهانت، او ده بيعمل ايه جوه السجن. صح 100% وده صح. وده يعني نتكلم للامانه. انت عارف انا شفت لك مشهد برضو كان بالنسبة لي مشهد حلو، مش عارف الناس ركزت فيه ولا لا، مشهدك مع وداد وانت بتقول لها انا اصلا مش طايقك ومش عايزك وكنت بس بتجوزك علشان ازل العيلة دي، امشي اطلع بره. هو عمليا ده ادالي احساس اكتر بانه شوقي مش شرير، هو شوقي اصلا بيحتقر الشر وبيحتقر الاشرار. فانت مش طايقها لانها عملت شيء بالنسبه لك ده شيء كبير وسيء قوي قوي، فانت كمان مش طايقها في بيتك. هل تتوقع بانه شوقي يعني من وجهه نظرك في الشخصيه انه على بعد 3 امتار من جعفر ما قدرش يضرب رصاصه تانية؟ شايفه قدامه كل يوم. لا يعني حتى في مشهد القتل فلاش باك ما ضربوش رصاصه تانية. صح. لا ودي لازم نفكر فيها لانه مش قاتل مش مجرم. لا بص، هي الشخصيه صعبه جدا يعني. انت ضربت واحد بالرصاصه واخد قرار انك تقتله وجت فيه الرصاصه ويعني كان ممكن كمل عليه. صح. يعني انا في تصوري دي اصعب شخصيه موجوده بصراحه. اصعب شخصيه في المسلسل ده هي شخصيه شوقي. اصعب شخصيه، شخصيه صعبه جدا يعني. فيها لحظات حتى بيكلم لما يكلم اخته بيقول لها انا كنت فاكر انه السنين بتغير اللي جوه السجن، دي طلعت بتغير اللي بره كمان. انا برضو شفت الجمله دي يعني كلكم اتغيرت. هو 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 حد لو حطيته تحت التلسكوب هو حد مجروح جدا حتى من اهله. يعني حتى من اهله اللي عمل عشانهم كده. في زوايا ثانيه يوسف لشوقي، يعني في زوايا ثانيه. بص يا منذر، انت عملت دور حلو بشكل الحقيقه أبعد من أي مدى الحقيقة، وعلى ما يبدو كمان من وجهة نظري يعني ولو سمحت لي أنه أنت تتألق يوما بعد يوم، يعني من ساعة ما شفناك على شاشة الدراما المصرية بالتحديد وما شاء الله الكيرف قاعد عمال بيزيد ويعلى بثبات لافت. فحقيقي من قلبي يعني كل التوفيق كل التوفيق. ومن قلبي أنا بقول لك بابلو ستوديو مفتوح، وقت ما تلاقي نفسك رايق ووقتك سامح قول لي انا جاي. طبعا يعني أرجوك. انت عارف انا يعني وده الجميل فيك يا صديقي انه ربنا يخليك. انت قريب جدا من الناس. الله يحفظك. ف يعني بحب ان اكون معاك ونتكلم. اتشرف. في يعني في ابعاد مختلفه لو سمحت. ارجوك. كل سنه وانتم طيبين يا رب. بالصحه والسلامه. وشكرا للجمهور كله. شكرا طبعا. مش عايز اشكر الكرو العمل لانه دول عيلتي فما حدش بيشكر عيلته يعني كلهم دون استثناء.
وان شاء الله ان نكون قدمنا حاجه لطيفه كده في رمضان نسيتنا شويه المشاكل في حياتنا اليوميه وكده. يعني هي حاجة لطيفة، مفيش حاجة هتنسى مشاكلنا ومشاكلنا الكبرى، وربنا يحلها دايما من عنده. هشوفك قريب إن شاء الله بعد العيد، وتكون أجزت بقى كده بعد تصوير المسلسل وريحت، ولازم نشوفك. كل الشكر ليك الفنان والنجم المتألق الحقيقة وبشدة منذر ريحنا.